تحياتي لكابتن علي مروان، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتهم كبار كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال. اهلا بيك كابتن، منورين يا كابتن، منورين. مبروك النادي الاهلي يا كابتن، وهارد لك لنادي الطلائع. بلال، قبل ما نروح للحكم النهارده محمود البنا، خلينا احنا نتكلم بصراحه بامانه. النهارده البنا مش في الفورمه. طب حد يسالني ليه؟ التفاصيل عندنا. اول مره تقول عليه كده. كابتن، النهارده الحكم زي اللاعب. النهارده بشوف النادي الاهلي النهارده بيريح لعبته نتيجه اللعب. كابتن بلال، اللعب كتير بتيجي فتره عندك اجهاد، اجهاد بيؤدي الى عدم تركيز، وبالتالي النهارده اول مره النهارده بنشوف يا بلال ان الفار بيتدخل بالقرارات. شوف النهارده عقوبات انضباطيه كتيره يا كابتن اسامه، انذارات هنا وهنا. تستحق، مستحقه، ما تطلعش. لا النهارده بنا كان النهارده خارج الفورمه. وبقول له يا بنا، انت حكم من الحكام الدوليين اللي مصنف، اتبلغت بمباراه وانت مجهد اعتذر، انما انت ما تضيعش تاريخك اللي انت بتشتغل عليه فتره في هذه المباراه. النهارده النادي الاهلي كسب، اخطاء النهارده موجوده يا بلال في حاجات كتيره جدا، سواء في التحركات، في القرارات الفنيه داخل منطقه الجزاء. يعني بنا النهارده انت لولا الفار في لعبه ركله جزاء، في لعبه تانية، وفي لعبه ثالثه، حاجات كتير النهارده بنا ما كانش ده مستواك. بديك نصيحه، وانا يمكن انا من الحكام اللي من الناس اللي بحبك، لابد انك انت تراجع نفسك، لان اللي جاي اسمك مهم جدا جدا في الفتره اللي جايه. طاقم التحكيم النهارده البنا معاه احمد صلاح من القاهره، وائل شعبان من اسكندريه، عاطف حسين من القاهره. نروح لحكام الفار لو معانا اللقطه بتاعتنا، طارق مجدي ومصطفى عطيه.